المان سيتي ضد برشلونة مقابلة طال الحديث عنها منذ أن أسفرت القرعة على مواجهتهما، واعتبرها النقاد أقوى مواجهة الموسم. الناديان يدخلان اللقاء بمعنويات مرتفعة، فالمان سيتي أخرج خصمه تشيلسي من كأس الاتحاد الإنجليزي وينافس بقوة على صدارة البريمير ليج، فيما سحق برشلونة فاليكانو بسداسية اعتلى بها ترتيب الليغا. الناديان يملكان نجوما تساوي قيمتها في الأسواق أكثر من مليار دولار، وهو رقم كافي يختصر المواجهة المرتقبة. نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان بكتيبة النجوم التي يمتلكها والتي تسيطر على كافة المسابقات محليا، تنتظره مواجهة يمكن اعتبارها في المتناول نظريا حسب مستوى بايرن ليفركوزن المتذبذب على مستوى البوندسليغا والبطولات المحلية. أتلتيكو مدريد وبعد أن ظل طريقه في الليغا استعاد توازنه قليلا بفوزه الأخير، وهو ما يمنح أشبال ديغو سيميوني قليلا من التوازن في مواجهة الروزينيري ميلان الذي يبدو أنه فقد بريقه رغم محاولات سيدورف إعادته إلى السكة. ولكن يبقى الميلان أحد كبار أوروبا ويتوجب على من يواجهه احترامه. حامل لقب المسابقة البافاري بايرن ميونخ ما زال متألقا، وبات يملك أسلوبا مختلفا من اللعب مع مدربه غوارديولا. رفقاء ريبيري المصاب يتصدرون البوندسليغا بالطول والعرض، والخصم سيكون أرسنال الذي انطلق في إنجلترا بشكل قوي في بداية الموسم، ولكنه يتعرض لهزات مؤخرا خصوصا مع هزائمه الكارثية أمام المان سيتي وليفربول. والمباراة بشكل عام ستكون سيناريو مكرر عن الموسم الماضي حين تمكن البايرن من تجاوز الأرسنال بفارق هدف واحد في مجموع اللقاءين. فهل سيجدد البايرن تفوقه أم ستكون فرصة للمدفعجية لرد الدين وتجاوز أبطال أوروبا؟